كان بارا بوالديه، هو بار بوالديه كثيرا، وكان أخلاقه كانت كريمة، وكانت أخلاقه أيضا حسنة مع الجيران، مع الأهل، مع إخوانه، كان اجتماعيا مع الناس كثير، يعني يحب الناس كثيرا لأنه كان يحب الناس ويقدرهم. كانت إذا عمل عمل يعني مخلص في عمله، يتقنه ويجيده، يتحمل مصاعب هذا الحياة ويعني يصبر عليها، فهو إنسان صبور، كان حنون مع أطفاله كثيرا، يعني حنون جدا مع أطفاله، يحبهم كثيرا. ما سمعناه من آهات، ما سمعناه وشفناه من أماكن تعذيب، سواء كان تعذيب بدني أو تعذيب نفسي، شيء مقرف جدا جدا جدا. قد تقولوا هذا الكلام بعيد كل البعد، لكن سنشاهد مع بعض قصة حقيقية لحد المعتقلين الذين عايشوا هذا الحدث صوت وصورة، وما يعني سنشاهده واحدة من كثير من القصص العجيبة. كونوا معنا. عندما أخذوني مسكوني ومجموعة من الناس لابسين مدنيا الذي أخذوني، فأخذوني إلى مكان مجهول، غطوا علي مباشرة عندما دقوني هنا في الخلف، دقوني في الخلف وأخذوني إلى مكان مجهول لعدة ساعات، ثم نقلوني إلى مكان آخر في السجن الذي مكثت فيه، إلى ووضعوني عندما وصلت إلى المكان هذا أو إلى السجن في زنزانة انفرادية. في الزنزانة هذه مكثت فيها 50 يوم، وكان يستخدم معنا الضرب بالعصي، حتى الضرب يعني كان يستخدم معنا في الضرب عصي كهرباء كان يستخدم معنا، وحتى كان يخلونا نمكث في ساعات طويلة، يعني نجلس في الواقفين، نجلس واقفين ساعات طويلة، حتى كنا نسقط إلى الأرض بسبب الوقوف خيرات ومشدة التعذيب ومشدة الوقوف. تم اختطافنا في من جولة كنتاكي في يوم 19/9/2011، فأخذونا مجموعة من كانوا بعضهم مسلحين، ويعني حوالي 6 أو 5 أفراد، أخذوني وضربوني في الخلف، في خلف رأسي، فأخذوني إلى سحبوني إلى أحد الحارات وغطوا على وجهي، عصبوا علي بغترة وبعصاب، فأخذوني إلى أحد البيوت لفترة قصيرة، مكثت في هذا البيت أو جلست في هذا البيت فترة قصيرة، ثم أخذوني إلى بعد، وكان يتعامل معنا بالضرب هذا، ثم بعدها أخذونا إلى السجن، سلمونا إلى جهة مجهولة، أخذونا على سيارة إلى السجن الذي مكثت فيه في اليوم أو في 24 ساعة، لما يخرجونا مرتين فقط في اليوم، ويخرجون إحنا مغطين ويدخلون إحنا مغطين. وقت التحقيقات كانوا يغطوا على وجوهنا وقت التحقيق، وكان وقت التحقيق يعني يتعامل معنا بالضرب والكهرباء والوقوف طويلا. كان في السجن الأكل، جانب الأكل الذي تأثرنا به، حتى تأثر يعني محل جسمي من شدة أنه كان يعني كان يدونا أكل معفن، يعني الرز كان يدونا رز معفن، شوية رز معفن، يعني لم نأكله إلا من شدة الجوع. كان الفول يعني فول حامض، وكان يدونا كدم يابس، كان هذا الصباح والمساء. أما وقت الظهر كان يدونا الرز رز معفن، يعني لم نستطع نأكله إلا من شدة الجوع. فحتى تأثرنا، حتى جلس يعني 30 يوم
الأولى في الشهر الأول يعني تعذيب وأكل ما فيش، وما تأثر جسمي في العشرين يوم الأخيرة مرض، يعني بدأ المرض بسبب الأكل وسبب التعذيب، وحتى أصبت يعني أصبت في الدماغ، يعني دماغي تأثرت والقلب تأثر من الكهرباء، وتأثر يعني تأثرت باقي الجسم يعني تأثر من الأكل، الأكل يعني مرض يعني من الأكل. كنا نقول لهم نحن خرجنا نطالب بإسقاط النظام لكي يتغير، لكي الأوضاع، لكي تتغير أوضاع الناس، لأن الشعب مسكين بسبب الفساد، بسبب خرجنا من أجل تتغير الأوضاع إلى الأفضل. كنا نكلمهم هكذا، قالوا أنتم خرجتوا عن النظام، عن الشرع، عن الشرعية والدستورية، وعن أنتم مخالفين للنظام والقانون، وكان يتعاملوا معنا بالضرب على عندما كنا نجاوب بهذا الأجوبة. يعني ليش نخرج نطالب بحقوقنا؟ يعني كان يعني يتعامل معنا بالضرب والكهرباء ويخلونا ويجعلونا نوقف ساعات طويلة. كانوا يهددون أني لن أخرج من السجن. كنت أسألهم ليش ما أخرج من السجن؟ ما السبب؟ أنا إنسان، أنا شاب من أحد الشباب، خرجت لطالب بحق مشروع من الحقوق المشروعة. قالوا لن تخرجوا لأنكم خرجتوا على الشرعية الدستورية، خرجتوا مخالفين للنظام والقانون. قلنا في النظام والقانون أنه من حق الإنسان أن يخرج ويعتصم ويطالب بحقوقه. فقالوا لن تخرجوا لأنكم مخالفين مخالفين لأنكم تريدوا إسقاط النظام وإسقاط رئيس الجمهورية وهو خدم البلاد ومدري إيش، يعني جلس 33 سنة وهو يخدم البلاد. قلنا أي تطور البلاد، اليمن في من يوم ليوم تدهور وفساد. فكانوا عندما نكلمهم هكذا يهددون لن تخرجوا سوف تجلسوا هنا حتى تموتوا، يعني سوف تجلسوا في السجن حتى الموت، لن تخرجوا ابدا من السجن. يعني كانوا يريدوا مننا ان نفعل مقابله تلفزيونيه معهم في احد القنوات الرسميه لكي نعترف لهم ان احنا مغرر بناء، يعني ان احنا شباب خرجنا مغرر بنا، يعني غرروا بناس. احنا قلنا لهم نحن شباب قد بلغنا طور، يعني ما عادنا شيء اطفال صغار لما يغرر علينا اي واحد، نحن فاهمين ونحن شباب متعلمين، خرجنا نطالب بحقوقنا. فيعني كانوا يصروا علينا ضروري ان نخرج، يعني ان ضروري يصروا علي ضروري ان افعل مقابله تلفزيونيه لكي يعترف لهم ان احنا غرر علينا ناس، وان احنا خرجنا للساحات بسبب انه غرروا علينا، ولا الامور يعني تمام والامور هكذا. يعني ضروري كان يطلبون مننا هذه الاشياء، ان احنا نفعل مقابله تلفزيونيه. السجن الذي وضعوني فيه زنزانه انفراديه، كان كل يعني في كل فرد مسجون في زنزانه انفراديه، مسجون في زنزانه انفراديه. فكنت يعني وانا في داخل الزنزانه بعد ما يحققوا معي، كنت اسمع التحقيقات عندما يحققوا مع بعض مع السجناء الاخرين، كانوا يستخدم الضرب، اسمع صياحهم والضرب، عندما كانوا ياتوا الينا للتحقيق معنا او للتعذيب، كان يعني اول حاجه غطوا علينا تغطيه على الوجه، هذا من الانواع، يعني يغطوا علينا ثم ياتوا بنا الى التحقيق، يجعلونا نوقف، يعني ما نجلس على لا على كراسي ولا على الارض، يعني يجلس ويحقق معنا واحنا واقفين، يسالنا بالاسئله، ليش تخرج تطالب باسقاط النظام؟ لما نجاوب عليه لأن احنا نطالب بحقوقنا، هذا يضربنا، يعني كان يستخدم معنا الكهرباء في اجسامنا، في الصدر، في الدماغ، يعني في الراس، كان حتى انه في هذا النوع وقت التحقيقات هذا التعذيب، يعني وبالضرب بالعصي، كان عصي، يعني مش عصي عاديه، كان يضربنا بعصي كهربائيه كان وقت التحقيق، وكان يجعلونا نوقف ساعات طويله، يعني ساعات نوقف ساعات وهم يحققوا معنا، وعدة أسئلة، وكانوا أكثر الأسئلة يكرروها، ليش نخرج نطالب إسقاط النظام؟ الماء كان يدوننا ماء، يعني نطعمه طعم يعني بول، وكأنه بول، يعني الماء الذي كانوا يعطونا نشرب. بالنسبة للأكل كانوا يأكلونا يعطونا رز، يعني رز معفن، يعني المعاناة النفسية بسبب السجن الانفرادي. لكن الحمد لله ان احنا يعني كنا نذكر الله كثيرا من هذا، فما تاثرنا يعني كثير بالمعاناه النفسيه. في المعاناه الجسديه يعني في يعني المعنويه، هذا كان يعني تعامل التهديدات يعني التهديد انه ما نخرج من السجن، يعني بالضرب، هذه الاشياء. في الايام الاخيره او في الاسابيع الاخيره يعني مرضت مرض شديد،
كنت يعني من بسبب يعني بسبب التعذيب والاكل وهذه الاشياء مرض مرض شديد، حتى انه كنت اطرش كثير وكنت اغيب بسبب المرض. فيعني في الاسبوع الاخير لما اكل يعني كنت اكل اشياء بسيطه، ثم في الايام في الثلاث الايام الاخيره كنت اكل يعني ما كنت لم يعني الاكل ما كنت اكل ولا شيء، ما اكلت ولا شيء، حتى انه كنت يغمى علي واصل، يعني شافوني يعني منتهي، يعني كان قد جسمي محل جدا وما فيش اكل ولا فيش هذه الاشياء، كنت اغيب واصل يعني ما استطيع اتكلم، لما استطيع يعني اتكلم ابدا شافوني ما عاد استطيع لا اتحمل يعني اوقف، كنت ما عاد استطيع اوقف. هذا عندها اخذوني جو لما جو لي من السجن، يعني قالوا نشتين نخرجك، يعني انت حالتك تعبان وهذا نخرجك، اخذوني غطوا علي واخذوني في سياره، يعني مسافة ما سمعتم مشوني في لمسافة لما عصر جولة عصر أمام مصرف البحرين، فيعني في زغط هناك نذقوني في أحد الأزغاط في عصر أمام شارع الستين، فمكث حوالي نصف ساعة، فأتى شافني صاحب سيارة أجرة دكسي جهل عندي، كان يسألني من أين أنت؟ مالك؟ ما كنتش استطيع اكلمه، يعني كنت اكلمه انطق يعني مكث عندي يعني حوالي ربع ساعه وهو يسالني، يعني ما استطيع اكلمه، اني فهمني في الاخير اني كنت اكلمه اني من مذبح. هذا صاحب الدكسي اخذني عند بريد مذبح، حطني هناك، عرفوني اصحاب الحاره لاني انا من مذبح قريب من البريد من الجبل، فعرفوني هناك اصحاب الحاره، اتصلوا نسبي، انا كنت بجلس عند نسبي يعني عند صهري، فاتصلوا، هو كان في المعسكر في الفرقه، اتصلوا له فاتى واتصل اصحابي، وانا كنت في غيبه، يعني كنت مع الصديع اتكلموا يعني من شده المرض ففي غيبوبه، فاخذ اتصل اصحابي واتصل اصحابي وزملائي، فاخذوني طوالي للمستشفى، مستشفى جامعه العلوم، فعندها يعني ما حسيت الا اليوم الثاني اني في المستشفى. مكث في السجن يعني 50 يوم، لم يدري أي لا أسرتي ولا أقاربي ولا أصحابي ولا الشباب الذي في الساحة معي في الائتلاف، لم يعرفوا عني أي شيء حتى خرجت من السجن. أعزائي المشاهدين، هناك أسئلة ومفاهيم وطنية مهمة جدا جدا، وأقصد بالوطن